السلام عليكم. من بعد حملة الأعلاف اللي أطلقتها قبل 4 أيام وتكفل بها محسن واحد 30 طن كما شفتوا، فرقت هذه الأعلاف هذه على الناس في مجموعة الدواور ومجموعة من القرى في الجبلية وكذا وكذا. فاللي لقيت مفاجئ جدا أن هاد الناس هادو اللي كان عنده 3 ديال الأغنام بقات عنده 1، اللي كان عنده 5 الماعز بقاو عنده 2، اللي عنده 10 مرضوا فيهم النص، وكاين اللي صابوا الجوع، وكاين اللي أصابه الكسر فذبحوا، وكاين الذي أصابه التلف وهي مصدر الرزق ديالهم. من هذا المنطلق هذا سأطلق حملة جديدة للدعم بالمواشي اللي هي الأغنام واللي هي الماعز اللي كتصلح في ديك المنطقة. وأنا شخصيا حددت مبلغ من مالي الخاص ناخذ به 10 ديال النعجات، عفوا خروفات، و10 ديال المعزات، وغادي نجعلها انطلاقة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي بغى يساهم، أنا ما كنستقبلش الأموال، يشري هاد الشيء اللي قلت لكم انا، او يكلف اللي ياخذه، او يكلف اللي يعني يتكلم مع اللي عنده قطيع كبير من الاغنام، يدير واحد 6 ولا 7 ولا 10 في سبيل الله، ولا 10 ديال الخريفات، ولا 10 ديال يكونوا صلاحات اللي غادي يحملوا، اللي غادي يولدوا، ويسير هذا الامر هذا، يسير هاد البركه هذه مع هاد ال 20 هذه اللي انا تكلفت بها من مالي الخاص، ونوسعوا على هاد الناس هادو. واحب ان تصبح عامة عند رواد العمل الخيري وإحسان العمومي، يعمموها بينهم لعل الله ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله. أترك رقمي لمن أراد التواصل.